خوتي مغاربة، السلام عليكم. اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، غادي نمشي هاد النهار عند واحد السيدة من نساء مدينة قلميم، ربة بيت عادية عايشة حياتها كيف جميع النساء، مقابلة وليداتها وأمورها، وإذا بها بالنهار وليلة تتحول إلى مناضلة شرسة من أجل إطلاق سراح خوها اللي كتقول هاد السيدة أنه تظلم، أحكام مفبركة، ملفات مفبركة، وزج به في السجن، وخوها تحكم 18 عام سجنا. تلاقيت مع دنيا، أش غادي نقول لكم، وامرأة ونص جادة كانت مقابلة التجارة ديالها البسيطة في قلميم كما قلت لكم ربة بيت، ولات ما كتخرش من المحاكم، غادة جاية للكوميساريات، غادة جاية للرباط، كتمشي للوقفات احتجاجية، مؤمنة ان اخوها مظلوم. انا هادي شهر وهي كتتواصل معايا، ولا شهر ونص، اش غادي نقول لكم، مؤمنه بالقضيه ديال خوها، ان خوها مظلوم وخوها خصو يخرج من السجن، خوها خلى وليداته. جبت لي الملف قريته وقلت يمكن شي حاجه فالته ليا، يمكن شي حاجه، يمكن ما فهمتش، وديته لواحد المحامي وقلت لي الله يخليك شوف هادشي. وهذا هاد المحامي 3 أيام من بعد كيقول لي يا ودي هادشي راه خطير، ما يمكنش يتحكم بهادشي، وما كاينش الحجه وما كاينش الدلائل وما كاينش، خصو يخرج. مما اقنعني انني ندير استجواب مع دنيا. كيف واحد العدد ديال النساء والناس في اقاليمنا الجنوبيه كتقول لك انا ما بقات عندي الثقه في حتى حاجه، ما بقيت كنثق في القضاء، ما بقيت كنثق في والو، كنثق في واحد السيد ابغيتو ينصفني، وكتقول لك الحموشي ولا كلمة ولا سمية من فمها كتخرج إلا الحموشي، كنطلب منه يفتح تحقيق. كتقول لي إلا خويا داير يخليوه يمشي للحبس ويدوز ويزيدوه مازال، ولكن إلا خويا مظلوم خصو يخرج. أنا دخلت لواحد الجروب ديال الأمهات والعائلات ديال المعتقلين في أقاليمنا الجنوبية، وأحكام تبارك الله أما كاين غير 20 عام، 25 عام، زعما في شي قضايا اللي ولو يكون بسيطة. حاجة أخرى كيقولوا هاد الناس هادو في الأقاليم الجنوبية أن القضاء قاسي إلى واحد الدرجة اللي ما كتصورش. المهم أنا بقاو مع القضية ديال دنيا، لأن واحد العدد القضايا مازال غنتكلم عليهم. السيدة كما قلت لكم ولات مناضلة شرسة. السيدة مرا ونص، واش ماشي غير مرا ونص، هاي هازة حوايجها الملحفة وغادة والساك ديالها، وهي في الرباط، هي هنايا، هي هنا، وكتجري من أجل إنقاذ الأخ ديالها. غادي تسمعوا معايا دنيا، وغادي نتمنى، أنا كنتمنى من المسؤولين، من الإدارة العامة للأمن الوطني، من المجلس الأعلى للقضاء، من كل شيء، يفتحوا تحقيق ويشوفوا إلى هاد السيد مظلوم ينصف، وإلى ما مظلومش يقولوا الدنيا راكي غلطة، راه اش كاين. سمعوا معايا دنيا. لالا دنيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بخير اختي. يا ربي الحمد لله. انت مرا، انا غنسميك مرا ونص. تعرفت عليك هاد 3 أسابيع ولا واحد الشهر مناض، وتحولتي من ربة بيت الى مناضله شرسه من اجل قضيه كتقولي قضيه عادله وظلم تعرض له الاخ ديالك. انت من اهل قليميم؟ اه، مسكن قليميم. اش وقع لاخوك؟ الاخ ديالي تعرض للضرب من طرف واحد المنظم ديال الهجره السريه. من بعد نهار 2022 شهر 12 نهار 29، خويا كان في المستشفى الجهوي ديال قليميم، حتى كيتفاجئ. الو، علاش كان في المستشفى؟ ضربوا واحد المنظم. اها، ضربوا على اساس شي ضربه خطيره. ضربوا على اساس قال ليه انت بلغتي بيا للدرك الملكي والدوري المطريان ديالي، هذا هو السبب اللي خلى هذاك المنظم يضرب الاخ ديالي. الوغ ملي كنقولوا الضرب كانت محاوله القتل، لان ذبحوا اكيد. ياك، ولحوا حدا سبيطار ميليتير، وهزوه ولحوا حدا سبيطار ميليتير. واللي قدم لي المساعده هو رئيس المنطقه الامنيه ديال قلميم شخصيا. هو شخصيا كان خارج من الكوميساريه، وتلاقاه منشور حدا سبيطار مينيتير. هو اللي هزو ولا قدم لي الاسعافات كامله. وهذا السيد اللي ضربوه، هذا المنظم ديال الهجره السريه في قلميم، واش تعتقل؟ لا، حاليا باقي ما تعتقل ما حتى حاجه. ياك، نهائيا.
وكاينين شكايات ضده؟ كاينين شكايات من غير ديالكم نتوما؟ كاينين عده شكايات بالنسبه للهجره، الهجره السريه. وهو ما معروفش هاجر قلميم ولا شنو؟ لا كاين. ويلي انا كنت مشيت عند واحد الضابط قلت ليه بان هذا المنظم ها فين كاين، قال لي انا ما غاديش نخرج سري لداركم. هكا هكا يعني السيد عنده نفوذ؟ عنده نفوذ في قلميم. هادشي في قلميم، في مدينه قلميم. كيفاش يعقل هاد الوضعيه هادي؟ هادشي وليت انا كنعيشو فنشوفو بعيني. ياك. والو الاخ ديالك تشد في 2022 كانت واحد المأساة، هي ديال واحد محاولة الهجرة السرية من مير لفت، وماتوا فيها 13 ولا 14 ديال الشباب. اكيد. ياك. هاد الهجرة ولا هاد محاولة الهجرة السرية، من ضمن هاد الوليدات اللي كانوا عدد من ابناء مسؤولين. اكيد. ياك. كان ولد ضابط وولد كوميسير في مدينة قلميم. هادو ولادو غادي ولادهم غادي ينحرقين. ولادهم غادي ينحرقين في ميرلفت. في ميرلفت. سيدي إفني. إلا هادو غادي ينحرقوا، يعني البو راه عارف بأن شكون الحراق، ما يمكنش يكون ولدك غادي يحرق وأنت ما عارفش. وعطيتيه شحال مليون عطيتوه؟ وشحال كيعطيوه؟ ثلاثة. ثلاثة المليون. إيوا باش تعطي لولدك ثلاثة المليون وأنت بوليسي، إلا وراك عارف كانوا أبناء مسؤولين آخرين. كان اصلا هذيك الهجره اللي كانت ديال فجاعه في ميرلفت كان فيها رئيس جماعه وكانوا فيها مسؤولين اللي هما نيت محاكمين نيت حاليا. ياك. دونك هادو رسميين وهذا هما منظمين وولادهم كاينين وكل شيء. اكيد هما المنظمين. فضيحه هادي. رئيس جماعه. رئيس جماعه. وعلاش تشد هو؟ الهجره وتحكم بعشر سنوات. ابتدائيا. ابتدائيا. في الجنايات. اكيد. ايوا. وفي الاستئناف براءه. كيفاش من 10 سنين البراءه؟ براءه. وكيفاش كتشوفي هذه القضيه ديال بان خدا براءه؟ الساكنه كامل تعجبات، قالت لك كيفاش رئيس جماعه من 10 سنوات البراءه وانت الاخ ديالك ما عنده حتى علاقه بالملف، ما عندوش علاقه بهذا الملف نهائيا، وتحاكم بهذه الحكومه القاسي ديالاش. ودليل على هذا التناقض اللي كاين في المحاضر، انا خويا في السبيطار وكاين تناقض في المحاضر ديال الدرك الملكي. غنبدا معاك من الاول. من ضمن الناس اللي تعتقلوا، يعني ماشي تعتقلوا ولكن تصنت لهم الدرك الملكي، يعني الناس الشباب اللي كانوا بغاو يمشيو، واش شي واحد فيهم تعرف على خوك؟ نهائيا. واش داروا الخبره للتليفون ديالو؟ نهائيا. لا ما داروش الخبره، ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. لا الخبره ديال التليفون ديال خوك واش عنده علاقه بشي حد؟ طالب الاستاذ ديالو بالخبره، طالب الاستاذ باحضار الناس المعنيين بالملف، حتى واحد ما حضر، خويا كيتحكم بوحدو. يعني ما جاوش الشهود، ما جاو هذا، ما حتى حاجه نهائيا. انا جالسه في المستشفى الجهوي ديال قلميم كنشوف الدرك الملكي ديال ميرلف، دخل عند خويا وجاب جوج دراري تواجهوا مع خويا، واكدوا هذوك الدراري ان الحاج ابراهيم ماشي هو الاخ ديالي نور الدين. هذوك المحاضر ما تحطوش، وقاضي التحقيق ما استدعاش هذوك الناس. اضطريت انا نمشي عند هذوك الناس وقلت لهم الله يجازيكم، انا خويا الا كان داير خليه يتعاقب، انا ما كنهضر معكم بالعاطفه، انا كنهضر معكم بالحق. الا كان خويا مجرم خليه ياخذ الجزاء ديالو، ولكن باش يتحاكم بملف اللي هو ماشي ديالو انا ما غاديش نتقبلها نهائيا. مشيت عند واحد الدري اللي هو نيت الضابط، مشيت لعندو قال لي لا اختي خوك ما عنده حتى علاقه، وانا خوك تواجدت معاه في المستشفى الجهوي ماشي هو، وانا مستعد يعرض عليا القضاء، غادي نمشي ونادي القسم بان خوك ما عنده حتى علاقه بالملف. هذه هي الشهاده اللي وريتيني. هذا هو الضابط في الامن الوطني. الامن الوطني. بان حتى هو كان من الحراقه. من الحراقه. ودار لكم شهاده بان راه ماشي خوك. ولا علاقه لخوك بهذا الموضوع. دار لي اشهاد بان دار لي التبرئه بان خويا ما عنده حتى علاقه بداك الشيء ماشي هو، ودار لي اشهاد بالدرك الملكي ديال ميرلفت ان تواجه مع خويا في المستشفى الجهوي ديال قلميم. انا بغيت هذاك المحضر ديال المواجهه اللي دار الدرك الملكي، وعلاش قاضي التحقيق ما استدعاش هاد الناس اللي في هاد المحاضر يتواجهوا مع خويا؟ حنا بغينا خويا يقول بان الناس هما اللي ظلموه ماشي القضاء. بالنسبه للاخ ديالك دابا ما فهمتش بان مشدود، حتى شي واحد ما تعرف عليه بانه هو راه من المنظمين ولا كان، وبالعكس خوك كان في محاوله الهجره السريه، وعلاش اعتقل؟ علاش اعتقل؟ بحال قلتي كان هو داري ليه برقيه بحت اللي هو ما كان كاع على بالو بها. فهمت. نهار خويا ضرب وفاش مشى للمستشفى الجهوي قال لي انت راه عندك برقيه بحت، قال لهم ديالاش؟ انا كندور طولا وعرضا. علاش برقيه بحت؟ قالوا ديال الهجره. قال لهم انا مستعد، هاد الناس اللي في اركسيس
مستعد انني نتواجه معاهم. الا شي واحد تعرف عليا ديوني. انا ما كنطلب منكم والو، حضروا لي هاد الناس كامل المعنيين بالملف ويتواجهوا معايا امام القضاء، والقضاء يدير المجرى. حتى شي واحد ما حضرش خويا، واحد السيد كيتحاكم بوحدو، خويا انا كيتحاكم بوحدو، ما حضر حتى شي واحد نهائيا. دابا هذيك محاوله القتل اللي تعرض لها خوك مع العلم انها مثلا حنايا في اكادير ولا في مدن اخرى، محاوله القتل لان الهجره ولا شنو، هذا الشيء ما كنشوفوه غير في الافلام. المهم في قلمي الله اعلم. لا كاين هذا الشيء. دابا محاوله القتل هزوه داوه للسبيطار ياك، وكنتي قلتي لي بان شي واحد في المحاضر قالوا بان تلاقى مع خوك وشاف خوك وهذا. راه هذاك التناقض اللي طالبت انا من القاضي التحقيق. قالك خوك نعس في السبيطار. خويا انا نعس في السبيطار، انا طالبت من القاضي التحقيق قلت له الله يجازيك بالخير، انا ما كنطلب منك حتى شي حاجه، انا غير درست ذاك الملف، غير درسوا هذاك الملف، راه فيه تناقضات كثيره، راه خويا ما عنده علاقه بفاجعه ميرلف، راه كاين تناقض، راه الوقت والساعه اللي عطاو راسي تحت الحراسه النظريه في المستشفى الجهوي ديال قلميم، عندي وثائق اللي كتثبت ان خويا كان في المستشفى الجهوي ديال قلميم. ما سمعوش ليا حتى واحد، ما بغيتش نسمع نهائيا. ما كتشوفش بان كان شي حسابات وبغاو يصيفطوا خوك وصافي شي جهه بغات تصيفط خوك؟ كان مادام راه ظاهره كما كنقولوا حنا، شي ظاهر لا عينه في القول، رئيس جامعه من 10 سنوات البراءه، راه هذاك راه كلشي باين. وتشدوا في هذه الفجيعه مسؤولين؟ تشدوا، راه هما في السجن بزكار. بزكار. وهذا المنظم الكبير، انا كنت حاضره الجلسه، انا كنت حاضره الجلسه نهار تحاكم الرئيس. انا كنت حاضره حيت الحكم تنطق بحالو بحال خويا نفس النهار، وحاضره النقاش، ها اللي عس على الطريق ها كلها شنو داير ياك. انا كنت حاضره. كيفاش عس؟ كيفاش عس على الطريق؟ كاين شي واحد، هذاك المنظم اللي هو حاليا هربان اللي سميتو بدون ذكر الاسم ديالو، هذاك المنظم كيتواصل مع شي واحد تيقول لهم واش الطريق خاويه من الجندار، واش الطريق خاويه من هنا، واش الطريق خاويه من هنا. انا كنت حاضره النقاش هذاك النهار. انا وصلت لي بعض الحجج اللي هما اوديوات وهذا خطيرين اللي كيتكلموا هذا المنظم بان شاري الدرك الملكي، شاري هادو، شاري هادو، المبالغ الماليه اللي كيعطي خطير هذا الشيء زعما. اكيد انا بحكم بحال السيبه، بحكم انا الظلم يتعرض لخويا ما تقبلتوش، تواصلت مع ذاك المنظم واكد لي بان استدرجتيه، استدرجته بزاف د الحوايج، واكد لي بان كيعطي الدرك الملكي ديال سيدي افني الفلوس مبلغ كثير باش كما قال هو كيعطوه البال. وراه دابا معتقلين الدراري اللي هما كينظموا معاه. معتقلين؟ معتقلين، حيت انا تواصلت معاه ودوك التسجيلات كامل حطيتهم امام القضاء. واش نصفك القضاء حاليا؟ باقي ما شتا شي حاجه مثلا، حتى حاجه ما كاينه، حتى حاجه ما كاينه. كيفاش يعقل حاجه اخرى بان دخلتي في واحد الدوامه، وليتي في الكوميساريات، ها انت وليتي في الفرقه الوطنيه، مشيتي للعداله، الوكيل العام، وكيل الملك، حياتك تقلبات، حياتك تقلبات. اكيد تقلبات وبزاف، حيت فاش كتشوفي خوك مظلوم وعاطينو حكم قاسي، وانا فاش جيت كنقلب على هذا الملف لقيت مفتشه الشرطه كانت كتجي تقول لي خوك راه مظلوم، واحد الشخص اخر اللي توفى في سجن ايت ملول حتى هو مظلوم. من بعد راك تواصلت مع هذيك السيده اعترفت لي بكل شيء ياك، مفتشه الشرطه اعترفت لي قالت لي ها الحراقه فين كانوا، ها شنو كاين، اي حاجه. فين كانوا الحراقه؟ كانوا عند صديقه ديال واحد الضابط اللي عمرني خويا المحضر كادي، عشيقه ديالو. دابا العشيقه ديال الضابط كانوا الحراقه في ظهرها، كانوا الحراقه في ظهرها. كاين ضابط اخر عنده حتى هو علاقه بالملف. هادشي كلشي في الدائره ديال قلميم؟ كلشي هادشي في قلميم. ما كتشوفيش بان شي حاجه ماشي هي هذيك؟ ماشي غير شفتها كاع حقيقه، ان كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، كلشي قدامهم وساكتين ما عرفتش. قلتي لي واحد الكلمه زوينه البارح فاش كنا جالسين وكان كنوجدوا، قلتي لي عندي بعض الحجج، عندي شي حوايج وما بقيت كنثق في حتى واحد الا في واحد الراجل قلتي هو الحموشي. اكيد قلت لك نهار يجيني سي الحموشي غنعطيه تليفوني ونعطيه ملف خويا كامل، وهو غادي يشوف حقيقه هذا الملف شنو فيها. بالنسبه للتهمه الثانيه اللي داروا الاخ ديالك، داروا ليه بان هو مورط في العمله، تزوير العملة، تزوير العملة المغربية ياك. عاودي لي شنو وقع في هذا، لأن أنا قريت الملف وفيه بزاف ديال الحوايج اللي أنا كمواطن عادي كنقرا
ونعطيه لشي محامي ونعطيه لاي واحد غادي يقول لك اودي كاين شي حاجه ماشي هي هذيك في هذا الشيء. اكيد انا اي استاذ مشيت لعنده عطيت عرضت عليه الملف كيقول لي اش هذا الشيء في هذا الملف، هذا الشيء راه واضح. انا شخصيا عطيت الملف لواحد المحامي صديقي خليت عنده 3 ايام وقراه وردوا لي بكلمه واحده لا حول ولا قوه الا بالله، هذا الشيء اللي قال لي. قلت لي علاش؟ قال لي السيد ما خصوش كاع يكون في الحبس. اكيد ياك. هاد القضية ديال العملة شرحيها ليا. هاد القضية ديال العملة كاين واحد ملصقة واحد النهار جا عنده واحد الدري تقدى عنده بميتين درهم مزورة، هذاك السيد مشى دار شكاية ملصقة جاو البوليس داو الفيديو ديال السيد اللي في الصاكة شدوه اعترف ليهم قال لهم هي انا هو من الميتين درهم وانا هو اللي تقدت في ديك الصاكة وكاين الفيديو ديالو. واحد النهار بناء على داك الشكايه واحد النهار جاوا لواحد الدار ما بعيداش منا كيجلس فيها خويا مع الاصدقاء ديالو مره فاش دخل خويا لديك الدار جاوا البوليس. فاش جاوا البوليس دخلوا، فاش دخلوا ما لقاو في ديك الدار حتى شي واحد، صدقوني التهمه ديال التصوير. لقاو في هذيك الدار بيسي وان بريمو وشي فلوس مزورين. شنو المستوى التعليمي ديال خوك؟ ثاني يعني خوك تقريبا ما قاريش يعني ما غاديش يقدر يستعمل الفلوس وما كيعرف يحسبهم. واخا البحث اللي داروا البوليس واش لقاو شي حجه ولا شي علاقه ديال الاخ ديالك مع هاد الفلوس؟ نهائيا. واش هو روج؟ شافوا شي واحد روج؟ نهائيا. هو محكوم دابا بالتزوير والترويج. فين كيروج هاد الاخ؟ انا بغيت غير اعطوني فين كيروج. قلتي لي بان داروا لا دي ان ديال اخ ديالك على الفلوس على الماتيريال وداكشي وخرج بان ما عندوش علاقه بهذا الشيء. ما عندوش علاقه بهذا الشيء. ما عندوش علاقه بهذا الشيء. دابا هو كيمشي عند واحد السيد كيجلس عنده في الدار وهذاك السيد هو اللي كان عنده الفلوس. هذاك السيد هذاك السيد مسكين حتى هو خلى الساروت لواحد السيد اخر بحال قلتي. هو الدري كيقرا الحلاقه في مدينه قلميم وخلى الساروت لواحد الاستاذ ديالو اللي كان كيستاجي عنده. من بعد الدري مشى لبلاصه اخرى خلى الساروت لهذاك الشخص. نهار جاوا البوليس لقاو هذوك الفلوس مزوره تما. نيشان حسبوهم على نور الدين؟ ما حسبوش على لمن شكون اللي خلى. حسبوه على نور الدين وعلى دراري اخرين حيتاش الام ديال الدري عيطوا لهم شات عندهم قالوا لها واش انت كاريه نور الدين؟ قالت لهم اودي لا. شكون خليتي في ديك الدار؟ قالت لهم اودي خليت ولدي كيدرس الحلاقه. شنو واقع؟ شحال حكموا عليه؟ حكموا عليه ب 20 سنه مول الدار. مول الدار؟ مول الدار مسكين تحكم ب 20 سنه باش تحاكم. ما عندوش علاقه بهذا الموضوع. ما عندوش علاقه بالموضوع بتاتا الا خلى الساروت لواحد الشخص 20 سنه. 20 سنه باش تحكم ابتدائيا واستئنافيا نقصوا لي 8 سنوات. وفين هو هذا البحث ولونكيت وهذا الشيء؟ وهذاك الضابط دار ليه كما دار خويا دار ليه محضر كاذب هذاك الضابط ودار الدري اخر محضر كاذب. هذاك الضابط عندنا في مدينه قلميم غير نزيه. هذاك الضابط كيدير محاضر كاذبه ويكفي ان واحد الدري مسكين حتى هو معتقد تحكم 15 سنه بتزوير العملاني محكوم 15 سنه دار ليه محضر كاذب والدري ما شاء الله عليه قاري ما بصلش ليه على المحضر وما سناش. قال انا ما يمكنش ندير هذا المحضر وانا ما قلتش ما وقعش. حاليا الدري تحكم 15 سنه على محضر كاذب. انا سمعت بان على ما قلتي ليا وعلى ما سمعت في الجروب وهذا بان كاين النساء كاين واحد العدد الناس بغاو يديروا شي وقفه احتجاجيه. اكيد. امام المديريه العامه للامن الوطني. الامن الوطني اكيد. احتجاجا على تعسفات على حساب الضابط. انا هذا الضابط بنفسي دار واحد البحث اجتماعي للام ديالي. دار البحث اجتماعي ودار بان امي مريضه كتعاني من الشرايين والقلب والسكر وبين المستشفى الجامعي ديال اكادير ديال مراكش. المستشفى الجامعي مازال ما حلش. راه ما خدام كاع. هاد المعلومات هاد الضابط انا بغيت نعرف فين جبتيهم. والحاله الصحيه ديال امي راني عطيتها كسيري داك الشيء. امي ما عندها حتى شي مرض. دوزت لها التحليلات ديال السكر ديتها عند طبيب القلب ديال المستشفى الجهوي ديال قلميم ما عندها حتى شي حاجه. يعطي هاد المعلومات اللي كيعطي المسؤولين غالطه يعطي فين جابهم. ملي كتقولي لقاضي التحقيق هادشي شنو كيقول لك؟ قاضي التحقيق جبرته واحد النهار وطلبت منه. نهار مشيت لزياره عند اخ ديالي ومشيت لعندو الله يجازيكم بالخير انا ما كنطلب منكم حتى شي حاجه. انا بغيت غير الملف تدرسو. راه خويا ما عنده حتى علاقه بالملف وما عنده علاقه بالترويج ديال الفلوس ولا حتى داك التزوير. السيد اللي في الفيديو راه ماشي خويا راه سيد اخر. وداك السيد دار لي التبرئه. وعلاش ما يديروش تعميق البحث مع هذاك الدري اللي لقاو في حاله تلبس على 200 درهم؟ علاش ما يعيطوا لدوك التجار اللي قال
وعندي اشهادات ديال ربعه الناس ديال الشركه اللي كيقولوا بان هذا السيد مول 200 درهم ما عنده حتى علاقه بفلوس ديال الشركه. اذا ديك 200 درهم فين جابها وعلاش ما تحاكمش؟ نورمالمون هذاك فاش لقاو عنده 200 درهم خصو يتحاكم. صحيح. وانا خويا ما لقيتو بحال التلبس، درتو قلبتو الدار، رئيس المنطقه الامنيه قلبوا التليفون ديالو، قلبوا كل شيء، ما عنده حتى شي حاجه خويا. قلبوا كل شيء نهائيا بتاتا. واش كاينه شي حاجه على كيفاش يعقل حكموا على مول الدار لان خلى الساروت تعطوا 20 عام 20 سنه مسكين باش تحاكم بناء على محضر كاذب. محضر كاذب وهو حاليا مصدوم، راه كان فشي بيزاكان دابا حاليا كيتواجد فشي جنايات من الواحد حتى هو جابوه مصدوم، العائله ديالو كلها مصدومين. قال لك كيفاش حنا ودنا شاب صغير وكيتحاكم بهاد الاحكام قاسي ودار ليه في المحضر شي حاجه اللي هي ما كايناش. داكشي علاش كلشي الامهات لا اللي في الملف ديال خويا لا اللي في ملفات اخرى، راك سمعتي سيري في الجروب انهم غاديروا ايد في ايد وغادي يمشوا غادي يوصلوا رسالتهم على اساس هذاك الضابط اللي عندنا في مدينه تقلمي. انا تخلعت من الاحكام اللي كاينه عندكم واللي كاينه في العيون واللي كاينه في الداخله، لانني دخلت لمجموعات واتساب ديال عائلات المعتقلين وبعض النساء صيفطوا لي بعض الملفات محاضر ديال ولادهم وعائلاتهم. زعما انا بقيت ساكت ملي شد داكشي، كيمكن على والو تمشي ب 20 عام و17 عام بناء. شوف وما فهمتش انا كيجيني اللي بغى شي واحد يصيفطو للحبس يجي عند هذاك الضابط ويصيفطو ويقول الحبس ياك سهل. هذاك الضابط كيقول لك كلشي هو في يدي، كلشي هو في يدي، والناس راه كيديروا به شكايات. راه سير دار عندي عده شكايات ديال العائلات دايرينو بهذاك الضابط، كيقول لهم انا راه ما غاديش تقربوني، انا راه عندي نفوذ وعندي ناس وعندي كذا. اذا فاش كتسمعي من ضابط هذا الشيء شنو مازال القضاء شنو كيقول في هاد القضيه خوك دابا اللي ابتدائيا واستنافيا نزلوا عليه 15 عام دابا باش محكوم 15 سنه جابوه الايتملول هنايا يعني. ايتملول انا عندي واحد السؤال وكنت بغيت نطرحه مادام انت كاينه في هذوك المجموعات. مثلا واحد الام عندها ولدها في الداخله ولا راجلها وتحكم بواحد 10 سنين وطلعوه مثلا الاسفي ولا مراكش، علاش كيديروا هذه القضيه دي في الحباسات؟ مثلا هو في الداخله يبقى في الداخله، على الاقل تصور ديك الام ولا ديك العائله خصو يشوفوا ولدهم ويضربوا 2000 كيلومتر. واش ماشي معاناه ديال العائله في الاقاليم الجنوبيه؟ هذه معاناه كبيره. النهار فاش كنا عايش المعتقلين جلست واحد النهار هضرنا نيت على هذه المعاناه ديال بحال كتكوني في مدينه الداخله وكتمشي حتى الاسفي، كتكوني في مدينه قليميم وكتجي مثلا حتى ديبلاسي حتى اكادير. اكادير هذو معاناه. علاش ما كاينش حبس في قليميم؟ كاين وما كاينش حبس في الداخله؟ كاين. ايوا علاش ما يبقاوش دوك المعتقلين تما؟ هو كنطالبوا ان شاء الله يجيبوا لنا ولادنا حدانا. وانت كطالبي باش يتعاودي تفتح هذا الملف ديال الاخ ديالك ويتعاودي تحقق يتحل يدار واحد التحقيق جديد لان اخوك مظلوم بزاف ياك. وماشي كنهضر بالعاطفه، كنهضر الى القضاء لقى على خويا شي حاجه يعاقبه، يعطي اقصى العقوبه اكثر من اللي عنده. دابا على ما كتقولي لي وعلى هذا الضابط وعلى الامن الوطني في قلميم، يعني راه كاين بزاف الناس ابرياء راهم في الحباسات مليوحين. من هناك المرحوم المرحوم اللي اكدت الخادمه اللي صفت لك الفيديو ديالها. والخادمه هذاك الفيديو اللي شفت عاوتاني خطر. هذاك هي كانت خادمة عند عشيقة الضابط، عشيقة الضابط وكتحكي شي حوايج خطيرين وكيهددها ضابط اخر اللي دابا كان في مدينة قلميم وصيفطوه الشيشاوة. يعني كلشي مورط في هادشي؟ كلشي مورط، ان خويا غير صيفطوه بلاصة ناس اخرين. هادشي داروا الدرك الملكي وهذاك الضابط. كنتمناو بان يتعاود يفتح التحقيق في هذا الملف ويتشاف هذا الملف. اكيد. وكما قلتي الى ثبت بان عمليا داير شي حاجه يتعاقب، ولكن ما بدا يتطلق سراحو ويتعاودوا يتشافوا الاحكام ديال بزاف ديال الناس حتى هما، لان داكشي اللي سمعت عند الامهات واللي سمعت عند ناس وشي ملفات وهذا زعما هاد الدري نيت اللي محكوم بالعمله ب 15 سنه تشد في المطار نهار تم القبض عليه تشد في المطار، وهما دايرين ليه بان الدري تشد في حاله تلبس في المنزل بعد مداهمه الشرطه. ياك هو مشدود في المطار؟ تشد في المطار وداروا ليه حاله تلبس في الدار، والدري مسكين كيكتب في سجن ايتملول وفي سجن بيزاكار، امه بنفسها
مناضله حتى هي وقالت لك ما غاديش نسكت على هذا الملف ديال ولدي، وبنفسها حتى هي بغات قالت لي نهار تبغي تمشي عند السي رضا علميني حتى انا بغيت نصور، ولكن انا كنت نهضر على الملف ديال خويا بحر. مرحبا. وديك الساعه هي راه غتجوز حتى الامهات اللي دار لهم هذاك الضابط مستعدين انهم يصوروا معاك الظلم اللي تعرضوا ليه ولادهم من طرف هذاك الضابط. ما كاينش اللي غادي يحس بالظلم لما تكون في السجن قد لي تضرب ولا تكوى به كما تكويت انايا. اكيد. لان باش تكون مظلوم وتلاح في السجن كي دايره الظروف ديال السجن ديال الاخ ديالك في اي تملول؟ حاليا خويا حالته في السجن عاديه. عادية. واحد المشكل اللي كاين هو ديال التطبيب بحكم ديك العمليه اللي دار كيخرجوا حتى للسبيطار هنا ديال اكادير حسن الثاني وما كيلقاوش طبيبه وكيردوه، الدري كيعاني وكيتخنق ان هو اصلا عنده بحال قلتي حساسيه، كيتخنق من هذاك الشومبر اللي فيه وكيقول لك اودي لو كانوا غير يدوني غير المصحه، بغيت غير المصحه، بغيت غير المصحه يدوني ليها ويخلوني في المصحه. دابا كيدوه من اي تملول للسبيطار باش يتلقى العلاجات، ما كيلقاوش طبيبه كيردوا شد عطاني رونديفو سيعاود. هذا المشكل انا عشته لان شفت بزاف الناس وشفت المعاناه ديال سجن اي تملول مع مستشفى الحسن الثاني. معاناه كيعيطوا عليهم كيقول لهم جيبوا المريض، كيجيبوا المريض الطبيب خرج الطبيب مشى الطبيب ما عاد ما كاينش وكيعاودوا مرجعين به. راه حتى هذه معاناه حتى ديال السجن لوجيستيك، لان ملي كيمشي كتمشي طوموبيل كيمشيو معاه جوج ديال الحراس لوجيستيك على قد باش يديوه وفي الاخر كيتموا راجعين. كيتم قال لك خويا مشيت ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين لا طبيب لا والو، ما كاين لا طبيب لا والو، وهو خاصو يدير الترويض على حساب ديك الضربه اللي ضربوا داك المنظم بحال يدو ما كيحركهاش مزيان قاسي العصبه. قال لك خاصني ترويض، خاصني كذا، خاصني الاختصاص ديالي هو اللي يشوفني. شي كلمه اخيره؟ كلمه اخيره كنطالب اعاده التحقيق في هذا الملف، وفي ملف اللي هو كاين عند الفرقه ديال العيون ديال الامن الوطني، الفرقه الوطنيه، الفرقه الوطنيه اللي كتعترف فيها الخدامه وكاين مفتشه الشرطه وكاين ضابط اخر وكاين بزاف هذاك الملف، وانا كنمشي كنسول عليه عند سعاده الوكيل ديال مدينه كلميك وداك الشيء راه باقي مفتوح دابا مده شي 4 شهور هذه ما كان حتى شي مستجد على هذاك الملف اللي هو في الاعترافات كثيره وكل شيء امامكم، وهذاك هذاك الجروب اللي داروا واحد الضابط هو اللي مؤسس هذاك الجروب، جروب واتساب، جروب واتساب ضابط شرطه، ضابط شرطه في مدينه قلمين. انا سمعت لي كونفرساسيون داكشي زعما السيد ما خايفش، ما خايفش ويتحدى الجميع وكيتكلم وغنطيحوا المفتشات الشرطه غنطيحوا عليها مع الرئيس مع شي حوايج. ما عمري شفت شي بوليسي غبي قد هذاك، لان تبت عليه كلشي، كلشي واضح وباين، وحتى الخدامه كيهددها بالقتل. انا بنفسي جات عندي الخدامه البلاصه فاش انا خدامه جات لعندي وقالت لي اختي واش انت هي دنيا، قلت لها هي انا هي، قالت لي الله يجازيك بالخير بغيت نعاود لك، انا راه ما سميتيش فلان انا سميتي كذا، انا هي الخدامه اللي كانت عند ديك السيده وراه ما مشيتش بلغت بهذا الشيء على اساس باش انا كنشوف مرت كوميسير وكنشوف ضابط وكنشوف صاحبه ضابط فين فين غنبلغ، قالت لك انا الكوميساريه كامل عندي في الدار باش غنبلغ، يصيفطوني انا بلاصتهم الدنيا، انا بنفسي نمشي للحبس سكتات، ولكن نهار تفرشات الحقيقه في ذاك الجروب عيطوا لها قالت لي انا غنقول الحقيقه، بدا كيهددها بالقتل، عندي ليك غنفعل ليك، ودرت شكايه وانا بنفسي دخلتها عند وكيل النائب ديال الوكيل العام، قلت لها اجي انت اجي انت هذاك الكلام اللي غتقولي انا قوليه قدام، وقالته قالته وكتبت شكايه قالها شي اللي قلتي لي وشنو طرا؟ باقي كلشي داكشي مازال في عند الامن ديال العيون. ما حتى حاجه ما تحركات، حتى حاجه ما تحركات، الله يدير شي تاوي الخير. امين يا ربي، والله يطلق سراح الاخ ديالك. امين يا مولاي، الله يطلق سراح اي واحد مظلوم. امين يا ربي، امين، لان ما تبغيهاش العدوك. اكيد. وما تبغيهاش حتى شي واحد ان يكون مظلوم ويدخل السجن. اكيد. كما ان ما تبغيش عقوبات قاسيه في شي حوايج اللي هما عاديين، لان كندمروا حياه الناس من تحكم عليه ب 15 عام و 20 عام زعما ما بقات حياه. اكيد. الله يدير شي تاوي الخير. امين يا ربي.